كشف وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع توسيعة مطار البحرين الدولي الجديد وربط موعد التشغيل بتحسن الظروف الدولية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، وحدد نهاية شهر أغسطس المقبل موعدا للانتهاء من المرحلة الثانية. وأشار المهندس كمال بن أحمد إلى أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لمملكة البحرين، والذي يساهم في تطوير وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية ويمثل بوابة البحرين على العالم الخارجي. وأكد الوزير البدء في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنها تنقسم إلى جزئين، الشرقي والمقرر الانتهاء منه في شهر أغسطس المقبل، أما الجزء الغربي فمرتبط بالمطار القديم ولن يتم البدء في عملية هذا الجزء إلا عند الانتقال إلى المطار الجديد لأنه يحتاج لهدم المبنى القديم. ولفت وزير المواصلات والاتصالات إلى أن الجزء الأخير من المشروع يمثل أقل من 3% من حجم المشروع الإجمالي، وأكد أن المطار يعتبر جاهزا للتشغيل. وأوضح أن المرحلة الثانية من المطار الجديد كان من المفترض الانتهاء منه خلال سنة، لكن تم إجراء بعض التغييرات التي سرعت من زمن الانتهاء بحيث ستكون جاهزة في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر.